طاقتك لهذه القراءة أنت تشعر بالحزن والألم، وأنت تحن لهذا الشخص بطريقة كبيرة. أنت تحن إليه لأنه كان بالنسبة إليك شيئا كبير، ربما افترقتما أو تعرضتما للخصام في هذه الفترة. أنت تشعر بأن هذا الشخص يحمل حملا ثقيلا على ظهره، وأنه متعب في هذه الحياة. ربما هو يعمل عمل كبيرا من أجل لقمة العيش، ربما تراه متعب من أحمال ثقيلة في العائلة، ربما يكون قد متعب نفسيا بشكل كبير، وأنت حزين جدا على هذا الشخص. يوجد بينكما تواصل، أنا أرى بأن هذا الشخص لا يوجد انقطاع في الكلام بينكما، هو يوجد بينكما تواصل، ربما تعرفتما على بعض من فترة قصيرة، هذه ممكن أن تكون بداية علاقة جديدة كراش، وأنتما تبادلتما أطراف الحديث مع بعضكما، وحدث بينكما كلام كثير، وأنت شعرت بالحزن الكبير على هذا الشخص. هو يريد معك بداية جديدة وبداية مستقرة. مشاعرك أو طاقتك لهذه القراءة، أنت تشعر وكأنك تريد أن أو تريد أن تترك هذه العلاقة وتترك هذا الشخص وتذهب بصمت وهدوء دون أن تحدث أي اهتزاز في حياة هذا الشخص، أو أن تجرح قلب هذا الشخص بكلمة أو بتصرف ما. أنت تريد أن ترحل عن هذا الشخص بهدوء. ربما ترى بأن وضعه المادي غير مناسب لك، ربما أنت أعجبته وهو يعجبك، ولكنك ربما تكون في لا تريد أن تكون في ارتباط مع هذا الشخص، فهو تراه غير مناسب بالنسبة لك، وهذا الشيء يحزنك لأنك ترى فيه بأنه تعرض لمواقف كثيرة في حياته، وقد احتمال بأنه يكون قد حكى لك تكلم عن لك عن هذه الظروف، وأنت تأثرت بهذه الظروف التي كانت محيطة بهذا الشخص، ولكنك لا تقدر أن تكون معه في علاقة، وأنت تريد أن ترحل عن هذا الشخص وتترك هذا الشخص بسلام وهدوء دون إحداث أي ضجة أو أي ألم نفسي، أي ألم نفسي لهذا الشخص. أنت في طاقة، الحبيب في طاقة توازن، الآن يحاول أن يتوازن في حياته، ربما كما قلت هو في حالة مادية صعبة، ويحاول أن يتعب ويشتغل ويعمل في هذه الفترة بكل جهد لكي يحصل على الاستقرار والتوازن المادي. وهو شخص جدا متعب، ولكنه إنسان ذكي جدا ومتميز في ذكائه، وهو دبلوماسي يحاول أن يعمل بكل جهده لكي يحصل على هذا الاستقرار. أي إنه إنسان ذكي قادر على الحصول على لقمة العيش بطريقة ذكية. هذا الشخص ربما يكون فقيرا، ولكنه إنسان ذكي جدا ويستطيع أن يتصرف بحكمة. مشاعرك تجاه هذا الشخص أو هذا الحبيب، أنت تشعر بأنك تريد أن تأخذ قسطا كبيرا من الراحة وتبتعد عن هذا الشخص وتعمل شفاء. أنت لا نقول بأنك لا تفكر بهذا الشخص، أنت تفكر به، ولكن لا تقدر على أن تكون معه في هذه الفترة. أنت لديك أشياء من الماضي قد حملتها وتخفيها عن هذا الشخص ولا تريد أن تكلمه بها. ربما أنت تخاف أن تكون مع هذا الشخص لأسباب، ربما لأسباب دينية، لأسباب اجتماعية، لأسباب اختلافات بينك وبينه بشيء ما، وأنت تخفي عن هذا الشخص أمرا ما ولا تريد أن تبوح له به. ربما علاقة عاطفية قديمة قد أثرت على حياتك وأشعرتك بأنك لا تريد أن تكون بارتباط مع أي شخص آخر.
مشاعر هذا الشخص تجاهك. هذا الشخص يحبك حبا كبيرا، يريد معك الزواج، ويريد معك الاستقرار العائلي، ويريد معك أن يكون عندكما، تكون مع بعضكما، وتكون عندكما أسرة وأولاد، وهو يشعر معك وكأنك أنت الذي ستعطيه السعادة التي يتمناها. هو جدا يحبك، وقد ظهرت لنا في عدة كروت هذه العواطف. نوايا هذا الحبيب هو يريد أن يأتي إليك بكل نجاحاته، بكل ما عنده من أشياء، ويقدمها لك. احتمال بأن هذه الأشياء قد تكون بسيطة ليس لها قيمة، ولكنه هو يحبك ويريد أن يعرض لك ما عنده. هو إنسان يراقبك ومهتم بك جدا، ويراك أنت بالنسبة له أنت السعادة الكاملة التي يتمناها، وبقربك تكون الحياة أجمل، وأنت تعطي له البهجة الكبيرة في هذه الحياة. ويريدك أن تكون معه، وهو الخطوة القادمة يريد أن يقدم لك كأس المحبة، وأن يقدم هذه يخطي خطوة جدية باتجاهك. هذه العلاقة كما قلت علاقة كراش، أنتما تعرفتما على بعضكما منذ فترة، وهذا هو الحب الكبير الذي يكنه لك، سيأتي إليك وسيقدمه لك بكل تأكيد، أو بأنه قد قدم لك هذا الحب، وأنت تعلم مسبقا بهذا الحب الكبير الذي يكنه لك. ولكن هذه للأسف هذه نتيجة هذه القراءة هي الخسارة. كلاكما ستخرجان من هذه العلاقة وتشعران بأنكما خسرتما بعضكما. أنت تشعر بالحزن والخسارة لهذا الشخص، وهو يشعر بالحزن والخسارة لك. هو جدا يحبك ومتمسك بك، وأنت تعطف عليه جدا، ولكن هناك أحمال من الماضي قد أتعبتك وما زالت متعلقة عالقة في تفكيرك، وأنت لا تريد أن تؤثر على هذا الشخص سلبا، فأنت حزين عليه ولا تريد أن تؤلمه أكثر من ذلك. فهذه العلاقة هي علاقة، هذه القراءة ممكن أن تكون في الـ10 أيام القادمة طاقة متجددة ومتغيرة. ربما هذا الشخص أو أنت تتغير طاقتكما، وترجعان إلى بعض، تعودان إلى بعضكما. ولكن في هذه الفترة أنا أرى بأنها لا يوجد أمل في هذه العلاقة. أنت هنا ترفض هذه نصيحتك، أنت هنا ترفض كأس الحب الممدود لك من قبل هذا الشخص، ترفض أي علاقة عاطفية أخرى. أنت تريد أن تكون وحيدا في هذه الفترة، ولا تريد أن تقبل. فالعلاقة هذه متوقفة على هذه النصيحة. إذا كنت تريد هذا الشخص فاقبل منه هذا كأس الحب، وستتغير هذه من الخسارة إلى الربح. أما إذا كنت سترفض هذه الكأس، فبالطبع ستكون نتيجة هذه العلاقة هي خسارة كلاكما للآخر في هذه الفترة. نصيحة لهذه القراءة. كل شيء في بدايته صعب، فمرارة الأشياء في بدايتها تشعرنا مؤخرا بحلاوتها. فربما يكون هذا الشخص كما قلت في حالة مادية صعبة، وبأنه إنسان غير مستقر، ويلزمه الكثير من الجهد لكي يبني حياته. فهذا الشخص أراه شاب، وربما يكون هذا الشخص أصغر منك قليلا، أصغر منك بالسن. وهو فهذه تقول لنا، فبداية بالبداية أنت إذا كنت خائف أن تقبل عرض هذا الشخص وعرض الحب الذي يقدمه لك، وتقول بأنه غير مناسب بالنسبة لك، ربما إذا كنت معجب بهذا الشخص ولكن ظروفه لا تناسبك، تقول لك هذه البطاقة: كل شيء في بدايته صعب، ولكن صعوبة هذه الأشياء التي تمر بحياتنا نشعر بحلاوتها عندما تصبح في يدنا وننجح فيها وفي كسبها.
البطاقة الأخرى تقول: أنت شخص محبوب وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك. فهو هذا الشخص يراك بالفعل هكذا، أنت تعطيه الفرح، تعطيه السعادة، تعطيه الاستقرار الذي يتمناه في العائلة، وتعطيه كل أشكال الحياة الذي يتمناها في هذه الحياة. أنت تشعره بالبهجة وبالفرح، وتخرجه من الحالة الصعبة التي هو يشعر بها. لنأخذ نصيحة من الرومانس إنجل. فالقرار في هذه القراءة هو قرارك بالقبول أو الرفض. تقول لك هذه البطاقة: انفصال، حان الآن بأن تترك جميع العلاقات السابقة التي تؤثر على تفكيرك. فأنا كما قلت في هذه البطاقة، أنت تحمل معك من الماضي ذكريات سيئة عن علاقة مرت معك في السابق، وأنت لا تريد أن تؤلم هذا الشخص ولا تريد أن تجرحه، لذلك أنت تريد أن ترحل عنه وتتركه بهدوء وبدون أي ضجة. فإذا كانت هذه العلاقات السابقة تؤثر على حياتك العاطفية، فتقول لك هذه البطاقة بأن الوقت قد حان للانفصال والخروج من العلاقات إذا كانت علاقات سابقة تؤثر على حياتك. تقول هذه البطاقة لك بأن هناك انجذاب وكيمياء عالية بينكما. ربما أنت حزين على هذا الشخص لأنك تشعر بمحبة تجاهه، تشعر بعاطفة وانجذاب تجاهه، لكنك ترى بأن هذه الظروف لا تناسب حياتك. شكرا لكم مواليد برج الحمل على هذه القراءة، على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم.